وشوشة. ده موضوع مرفوض من زمان، يعني مرفوض من زمان، من أول ما انفصلت عن والدهم كنت أنا حاطة لنفسي كده شرط أنه لو جوزت تاني مش هخلف أبدا، لأنه مش حابة يبقى لأولادي من أمهم إخوات مش شقة. معرفش ليه، يعني مفيش بعد اجتماعي ولا يمكن بعد نفسي، مش حابه. انا دايما بدللهم بان انتوا البيبيز بتوعي، مهما هتكبروا انتوا البيبيز بتوعي، مش عايزه يبقى فيه منافس. هو موضوع مش شاغلني، انا بتكلم مع الدكتور في الامور اللي ممكن تشوش تاثر على حياتي، انما ده موضوع بالنسبه لي محسوم، مش مربك. لا، زيجتي الاولى انا مش شايفه ان انا خسرت بيها اي شيء، بالعكس كسبت الاولاد وكسبت صداقته وكسبت صداقه زوجته الحاليه وصداقه العيلتين، ما زال الود موصول ما بين العيلتين، ما زالت حماتي بتصل بيا وبتصل بيها وبنسال على بعض، يعني انا شايفه انها علاقه متحضره وجميله جدا، كسبت ما خسرتش منها. يعني مش شايفه ان الخسائر كبرى بشكل عام في الثلاث زيجات، زي ما كنت لسه بقولها من شويه، اذا كان في جانب سلبي في برضو جانب ايجابي، ان الواحد تعلم تجربه. اصل في تجارب في حياتك مسطحه، لا بتكسب ولا بتخسر، خلاص يعني بتكتسب من التجربه شويه حاجات بتتعلمها، لكن ما فيهاش لا مكسب كبير ولا فيها خساره فادحه، يعني تجربه عاديه، تجربه مسطحه ما كانش فيها شيء يذكر. يعني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.